السلام عليكم. موضوعنا اليوم سيكون حول عملية مبهرة حقا، لو أن أي محترف زراعة أو هاو طبقها سيرى كيف أن نباتاته يحصل عليها تغير بسرعة وتخضر بشكل جيد وتنمو بشكل جيد، لا أثر لتجعد الأوراق ولا أثر للإصفرار والتساقط. الأمر يتعلق بإعداد حضانة بلاستيكية أو المعروفة كذلك بالبيت المحمي أو الصوبة الزراعية، ويطلق عليها بالفرنسية كذلك لاسير، وهي غنية عن التعريف. الحضانة هاته تساعدك على التشتيل أو تجذير العقل بشكل جيد لا مثيل له، وتعتبر من ناحية أخرى قاعة العناية المركزة والإنعاش للنباتات المتضررة من العوامل الخارجية مثل شدة البرودة أو الصقيع أو هجوم الآفات الزراعية من حشرات وأمراض فطرية. إنها توفر لك بيئة زراعية ومناخ يحاكي المناخ الاستوائي، حيث الدفء المطلوب والرطوبة الكافية لنمو مستمر دون توقف. وأذكركم بأن طريقة هاته في إعداد الصوبة الزراعية فيها شيء من التميز وشيء من الإبداع ستكتشفونه معنا. ندعوكم لمواكبة أطوار هذا الفيديو حتى النهاية، وقبله لا تنسوا مكافأة قناتكم المتواضعة بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك حتى يأتيكم المزيد من الفوائد بحول الله، ولا تنسوا أن الدال على الخير كفاعله. وفرجة ممتعة مع أطوار إعداد هذه الصوبة الزراعية.
وأخيرا وصلنا إلى مرحلة وضع بعض النماذج المتنوعة من النباتات حتى نختبر نجاعة هذه الصوبة الزراعية. تعمدنا تنويع هذه النباتات فوضعنا حتى أبعض النباتات العصارية، رغم أن هناك من يقول بأن العصاريات لا تنتعش في البيئة ذات الرطوبة العالية، ولكن سنجرب داخل هذه الصوبة. لاحظوا المكحلة ولاحظوا كذلك نبتة السنسيفيريا. سنضع كذلك نبتة ضرو، وهي في مرحلة إعداد ما يعرف بالبونساي، وإن شاء الله ستكون لنا حلقات متنوعة حول إعداد أو تشكيل الشجرة بالطريقة التي نريد كما تشاهدون، وتسمى في الثقافة الصينية واليابانية بأشجار البونساي. وباختصار نقول تشكيل الأشجار. إذن كما تلاحظون هنا مجموعة من أنواع النباتات، عندي كذلك بعض شتلات الباشن فروت، وكذلك النعناع والأقحوان، وسننتظر لنتعرف على مدى نجاعة هذه الصوبة، وهي نتيجة مؤكدة جربناها لمرات متعددة وكانت النتيجة أكثر من رائعة صراحة. في الصوبة الزراعية لا نحتاج السقي المتكرر، إنما هي تحتفظ بالرطوبة لمدة أطول، ونقوم فقط من حين لحين برش رذاذ الماء على كل النباتات ونحكم إغلاقها حسب الظروف الجوية. الأهم في الأمر أن التجدير والتشتيل في الصوبة الزراعية كما تشاهدون أروع ما يكون. سرعة النمو وسرعة نمو الجذور كذلك، وتكون في منأى عن العوامل الخارجية وتنمو بسرعة هائلة. هذه عقل الرمان، وكذلك إلى جنبها عقل التين في الأسابيع الأولى من وضع هذه العقل. إذن إخوان أخوات متتبعي قناة الزراعة المنزلية فن وإبداع، لا تترددوا في تجربة الصوبة الزراعية، فإن فوائدها لا تحصى، وليس من رأى كمن سمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.